يا عبد الرحمن، ازيك؟ الحمد لله. يا هو الحمد لله تمام. انت كلمتيني، كان في ايه مالك؟ عندي ريسيرش في الهيستوري بس، وعمال ادور بقى عن المسجد، اصلا مش لاقي عنه حاجه. مسجد ايه اللي اسمه مسجد الغوري؟ هو اصلا الراجل اسمه خمسة الغوري اللي عمل المسجد ده في المعز. ابتديت بقى جدا. تعرف تفيدني؟ طبعا. انت كنت ساكن هناك، تحكي لك بقى الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش اصلا في كتب التاريخ وبتاع. ان شاء الله حاجه 90 سنه ما شاء الله. طب لو كده وديني عندها. طيب بصي، هي كده كده عايزاني وهتفرح قوي ان انا رحت لها يعني. بالظبط. فتعالي بالمره تقعد تحكي لك، وهي هتنبسط قوي ان هي بتحكي حاجات زي كده. خلاص تمام. ماشي. نروح لها امتى طيب؟ دلوقتي. انت فاضيه؟ اه خلاص يلا بينا. تيتا حبيبي قلبي، ايه يا بص الحلاوه دي؟ عبد الرحمن ازيك يا ابني؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا ابني؟ معايا صديقتي في زميلتي في الجامعه. صديقتك؟ اه صديقتي. صديقتك؟ شفتها تيتا. النبي بس، النبي بس دلوقتي اللي بيسكتوا لك بس. لا يا تيتا والله صديقتي. دكتور ايه يا تيتا؟ والنبي انت تيتا نفسك تفرحي بيها وخلاص. ادعي لي بس انجح بس في امتحاناتي. بس يا ابني كانت عايزه تعرف حاجات تبع الغوري. كانت عايزه تعرف حاجات تبع الغوري. الغوري. الغوري ايام زمان، فاكره؟ فاكره يا ابني. مامتك كانت تقعد تحكي لك كده، فعايزك بقى تقعدي تحكي لها. تمام. تيتا انا هقوم اعمل لك هقوم اعمل حاجات تشربيها. انت اكلت يا عبد الرحمن؟ اي يا حبيبتي. لا الحمد لله. اكلت يا ابني؟ يا حبيبتي. انا هقوم اعمل لك الاكل اللي بتحبه. يا حبيبتي ماشي ماشي تمام. هقوم اعمل لك حاجه تشربيها يا ابني. اوعي تاخدي منها كلام. اوعي تاخدي منها كلام. ازيك يا ابني؟ انت يا عمر. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. انت مخطوبه؟ لا. بتحبي حد؟ لا لا. حد بيحبك؟ لا. بتحبي عبد الرحمن؟ تيتا انا كنت عايزه اعرف حاجات عن مسجد الغوري. مسجد ايه؟ الغوري. مسجد الغوري في المعز. الغوري. ايوه يا بنتي. بصي الغوري، وانا تقريبا يا بنتي فاكره شويه حاجات عنه. طب انا عايزه اعرف حاجات كتير عنه. انت اتغديتي يا حبيبتي؟ يا تيتا اتغديت. تشربي حاجه؟ لا ربنا يخليك. نعمل لك حاجه تشربيها دلوقتي. ربنا يخليك. وقولي لماما ان احنا عايزين نيجي نزورها قريب. حاضر ان شاء الله. ماشي ماشي. أيوة. النبي انت يا اموره. انا حبيتك حبيتك ارتحت لي. بصي الغوري ده كان عبد وما كانش ليه اي لازمه. وبعدين جه مين؟ قايتباي. قايتباي عمل ايه بقى؟ هو اللي عمل منه بني ادم اصلا. هو ما كانش ليه لازمه، هو كان عبد. انت شربتي حاجه؟ لا تيتا انا هنده لك الواد عبد الرحمن. لا لا تيتا اشرب اشرب بس كملي بس. لا يا بنتي عيب. انت معلش ربنا يخليك يا تيتا. بعدين بقى يا بنتي ايه؟ هو قايتباي جه هو اللي عمل منه بني ادم ومسكه الحكم، بس هو ما كانش فاهم حاجه في الحكم. انت عارفه بقى الناس اللي هي ما بتبقاش فاهمه حاجه لما بتمسك الحكم. طب هو كان عنده مسجد اسمه المسجد الحرام. هو المسجد ده اصلا يا بنتي هو اول ما مسك كان ظالم وكان بيفرض فلوس على الناس كتير قوي، ما كانش حد بيحبه. سمع الكلام اتخطر بقى وشه مليون نور. شايفاه في صحراء ولد مع امه ايد في الايد، لو من سلامك نفس قوتك بايده اكيد. ايه يا تيتا؟ ايه الانباره دي يا حبيبتي؟ انت كل ده بتجيب لها الحاجه اللي هتشربها يا ابني. معلش يا تيتا. عيب يا ابني، البنت في بيتنا يا ابني. معلش يا تيتا. هنروح نخطب. ماشي. كمان اسبوع ترتب مع. يا قالت لك ايه بالظبط؟ خلاص بعدين بقى. بعدين ماشي يا تيتا. طب عايزه حاجه بقى؟ ايه يا ابني؟ عايزه حاجه؟ علشان ننزل كده. ماشي كمل. لا يا ابني ما كملتليش. انت لسه ما خلصتيش؟ لا يا ابني. طب انا هقوم اقعد كده شويه اروح العب بلاي ستيشن. روح اعمل لها حاجه يا ابني، اغرف لها حاجه تاكل. حاضر يا حبيبي. بس يا بنتي بعدين بقى ايه؟ حب يعمل حاجه تنفع الناس ويكفر بيها عن الظلم اللي هو عمله في الناس. فالناس فرحت بقى وقالت اخيرا هيعمل حاجه خير. بس يا ريته ما عمل حاجه خير. سرق كل حاجه، حتى الارض يا بنتي اللي اتبنى عليها كان سارقها، كان ارض بتاعت مدرسه. حتى العمال كان مشغلهم وعنده سفره. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ام السعد؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كويسه النهارده؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. ايه مالك؟ مفيش والله، مخنوق شويه بسبب الشغل ومشاكله وقرف. لسه برضه ما قبضكش راجل؟ الحمد لله. بجد والله ده الراجل ده طلع مفتري. راجل بجد انا مش عارف اعمل له ايه. يعني انا كل شويه رئيس العمال يجي يشتكيني يا باشمهندس حمزه يا باشمهندس حمزه. الراجل مش راضي يقبضهم بقاله شهرين
وقبل شهرين كل شويه يدي الناس العمال الاجره بتاعتهم اقل من الاجره اللي هو متفق عليها. اصلا خديجه جات لي النهارده، كنت عايزه اقول لك قالت لي. خديجه جات لك النهارده؟ اه قالت لي ان هو كمان سرق الارض بتاعت الناس. يعني دي كانت ارض مدرسه. سكوتي سكوتي سكوتي، ده انا عرفت حاجات النهارده مش عايز اقول لك. شفت اصلا الراجل ده اصلا طلع حرامي، الراجل ده نصاب، ده طلع بيسرق الاخشاب ويسرق المون بتاعت المسجد. انا بجد انا مش عايز اكمل في الشغل ده، انا عمري ما مشيت في حاجات زي كده. انا بجد ان شاء الله بعد كده مش همشي في حاجه زي كده. والراجل ده بجد طلع حرامي وانا مش عارف اعمل معاه ايه بجد. الناس يعني ربنا يكون في عونها. لا يلا يلا ربنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يستر باذن الله عليك باذن الله. ادخل. مولاي الملك، في حد بره عايز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. ازيك يا مولاي؟ سلام. تمام الحمد لله. مولاي انا جيت لك في الموضوع ده، عايز احكي بالظبط. اتفضل. ممكن اقعد؟ اتفضل. مولاي انا الفتره اللي فاتت دي سمعت حاجات كتير جدا وشفت حاجات كتير جدا بعيني. مولاي انا عرفت ان انت بتسرق المواد بتاعت المسجد وكمان بتسرق الاخشاب بتاعته. وايه المشكله؟ وايه المشكله للمسجد؟ انا حر في المسجد بتاعي وحر ابنيه بالطريقه اللي انا عايزها. مولاي العمال بقالهم شهرين ما قبضوش اي حاجه. والعمال مستقين جدا يا مولاي. اللي مش عاجبه يمشي. نجيب بدل العشرة 1000. يا مولاي كده هما كده اصلا ناويين يسموا المسجد بتاعك المسجد الحرام، ومحدش ناوي يصلي فيه. يعملوا اللي هما عايزينه. انا حر في اللي انا عايز اعمله. انا الملك ومحدش له كلمه عليا. اتفضل اطلع بره، مقابلتك انتهت معايا. تمام يا مولاي. اتفضل. اهلا يا طمان، ازيك؟ ازيك مولاي؟ نعم الحمد لله. لسه شايف حمزه خارج من عندك؟ اه. بتتكلموا في ايه؟ اسكت. الفاجر بيتهمني ان انا بسرق الحاجه بتاعت المسجد، وبيقول لي ان الناس عرفت ان انا بسرق الحاجه، ومتضايق من الموضوع دوت، ومتضايق كمان ان انا ما بدفعش الاجور ليهم، وهيسموا المسجد بتاعي المسجد الحرام. طبرني اعمل ايه؟ يا مولاي قصدهم المسجد الحرم، مش البابوب الحرم اللي في مكه. وكمان العمال كلهم راضيين وبيشكروا فيك وبعدلك. بجد؟ اه والله. واللي بيقول كده قله من دسه والله يا مولاي. الله يكرمك الله يفتح عليك. طيب بص هنعمل ايه بقى معاه عشان دوت حمزه يقوم علينا الناس. انا شايف ان حمزه ده مش نقع ونقتله وعشان ما يطلعش فتن عليك يا مولاي. طيب بص انا هسافر بره علشان الحرب. وهسيبك انت تحكم البلاد وتتصرف بقى معاه والتوين. خلاص يا مولاي، امرك مولاي. ماشي يا طماط. ماشي. انت معايا يا بنتي؟ سرحتي في ايه يا بنتي؟ تمام. بس والله المسجد الحرام. مالي يا بنتي؟ هما ليه سموه كده اصلا؟ المسجد الحرام سموه كده عشان هو كان كل حاجته يا بنتي مسروقه، حتى الارض كان سارقها. بس ايه بقى لما كان الناس بيسالوا ليه سموه كده كانوا اعوانه بيقولوا ايه؟ قال يعني سموه كده عشان المسجد الحرام يعني بيشبهوه اللي في مكه. بس يا بنتي وما كانش حد بيصلي فيه خالص عشان كل حاجته كانت مسروقه. وبعدين هو نهايته كانت ازاي كده؟ نهايته كانت ظلمه زي بنتي. راح معركه اسمها مر دابق واتقتل هناك، وجثته تاهت في لمح البصر. فيا عيني لا اتدفن ولا اي حصل اي حاجه، وقعد بنى المسجد وكل حاجه وما اتدفنش فيه في النهايه لان جثته ما اتقتلش. بصي يا بنتي هي دي القصه كلها. توتا خلصت لحد دلوقتي. شكرا يا بنتي طلعتك معايا. على ايه يا بنتي؟ بس احنا هنيجي نخطبك خلاص. لا ما من دلوقتي احنا عشان ننزل. وراكم حاجه يا بنتي؟ اه ورانا حاجات في الجامعه. ربنا معاكم يا بنتي. بدال عبد الرحمن يلا. ايوه خلصتوا؟ اه. طيب يلا يا تيتا عايزه حاجه؟ لا يا ابني بس حدد لنا ميعاد بس مع ماشي ان شاء الله. بس انا هكلم امك خلاص. تيتا تيتا لسه نايكد بس ازيك يا مولاي؟ تمام الحمد لله. لسه شايف حمزه خارج من عندك؟ ايه اللي حصل؟ ايه الكلام؟ انت ايه الكلام يا مولاي؟